استاذ مجدي خلال التقرير كان بيقول الله يرحمك يا استاذ سعد، استاذ سعد الدين وهبه طبعا، والاتحاد العام للنقابات الفنيه اللي هي كانت التمثيليه والسينمائيه والموسيقيه في 81 اعتقد بالزبط. 19 يناير بالزبط. 81 اخذ قرار برفض تام لكل اشكال التطبيع مع الكيان الاسرائيلي. استاذ مجدي، الى اي حد شايف انه تم الالتزام بهذا القرار على مدار ال 43 سنه اللي فاتت؟ التزام شبه كامل مع استثناءات قليله جدا. يعني انا فاكر كنت لسه بحكي قبل الهوا انه انا ارسلت، احنا كنا عاملين اعتصام ضد سعد وهبه عشان قانون 103 ده اللي احنا كنا شايفين انه قانون مش ديمقراطي وكده، وكان الاستاذ سعد عين رئيس مهرجان القاهره. كان ايه 103 اللي ما يعرفوش؟ لا ده قانون النقابات الفنيه اللي بيخلي النقيب يفضل لمده غير محدوده. واحنا كان ساعتها هم مدتين ولازم يتغير. فهو اراد يستمر فغير القانون في مجلس الشعب وكده. وعلى فكره لغايه دلوقتي حتى رغم اعتصامنا لغايه دلوقتي القانون ما اتغيرش. المهم يعني فانا رحت يعني ارسلت يعني، بس كنت لسه ساعتها مساعد مخرج يعني للمؤتمر الصحفي ده عشان اقول للاستاذ سعد ان في قرار من النقابات بالمقاطعه، النقابات الفنيه بمقاطعه اسرائيل. فاحنا سمعنا ان مهرجان القاهره مضطر يدعو لاسرائيل للمشاركه. فالحقيقه ان هو يعني بهدلني لانه قال لي انت هتزايد عليا يا عم مجدي، انا بقول لك اهو طول ما انا في هذا المكان لن تدخل اسرائيل مهرجان القاهره. وده حصل طبعا خد تسقيف وانا رحت خد سكسيه جامد. وانا طبعا قلت له انا برحب بده وطبعا احنا مش عايزين اكتر من كده. والحقيقه الى الان في التزام شبه كامل. في اختراقات بسيطه طبعا يمكن لنا سمعنا عنها، لكن هي هذه الاختراقات تدان في وقتها، وان احنا فعلا مدركين لاهميه اسرائيل في المنطقه وقوتها وجبروتها وسيطرتها على السينما الهوليوديه وكل حاجه مدركينها. لكن بنقول اللي نقدر نعمله على الاقل ان ما يبقاش في علاقه مباشره، وان احنا نفهم الاسرائيليين ان مش هيبقى في تطبيع على الاطلاق الا بتحقق امال الفلسطينيين في دوله مستقله وفي سلام حقيقي مبني على العداله.